وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم إنا نترسل إليك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعبادك الصالحين وسائر الأنبياء والمرسلين والأولياء والصديقين، وبعبادة العابدين ودعاء الداعين وذكر الذاكرين والملائكة المقربين، أن تجعلنا على قدمهم في الصلاح والتقوى، وأن تحقق لنا الآمال في الدنيا والآخرة، وأن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، وأن تجعله الوارث منا، وأن تجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، وأصلح لنا أحوالنا، وأصلح لنا ذرياتنا، وبارك لنا في آبائنا، وارحم مشايخنا وعلماءنا وسائر المسلمين، وتقبل منا يا رب العالمين كل ما يسرته علينا وشرحت صدورنا له من ذكرك وطاعتك يا رب العالمين. فكما يسرت الطاعة فاقبلها بفضلك وكرمك يا رب العالمين، واعف عن كل نقص فيها يا أرحم الراحمين. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الكفرة أعداء الدين، وأدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، من كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. الحديث 113، حديث جواز كراء الأرض للمسلم ومنعها عن الذمة. كراء الأرض يعني إيجار الأرض، يعني واحد عنده أرض له أن يؤجرها. هذه الأرض لو كانت مزروعة أو غير مزروعة قد يؤجرها، تبقى مخزن مثلا أو موقف يستعملها أي حاجة، باركينج يعني يستعملها أي حاجة، أو مول يجيبوا فيها خيمة كده، يجيبوا بضاعة ويبيعوا ويشتروا، يأجرها لأي غرض من الأغراض المباحة، لكن ما يأجرهاش لكازينو علشان يجيبوا رقاصة وخمرة، لأن هذا غرض غير مباح. لابد أن يكون الغرض المؤجر فيه الأرض للمسلم موافق للشرع الشريف، وإلا يبقى الرزق اللي جاي منها يكون رزق حرام. يبقى العبرة بالنشاط، ما يأجرش أرضه الزراعية لمصنع بيزرع عنب عشان يحوله الخمر، ما ينفعش. فاهم؟ ما بتيجي مصانع الخمر ساعات تاخد لك عشرات الأفدنة تأجرها علشان تزرع عنب وتحولها لخمر. لو أنت عندك هذه الأفدنة لا تؤجرها، ولو هيديك السعر الأعلى. ليه؟ لأنه هيخالف أحكام شرعك. واضح؟ وحتى لو اداك فلوس كتير، فالفلوس الكتير الحرام بتيجي بالوبال، تيجي بالأمراض، وتيجي بالبلاوي، واخد بالك، وتيجي بالغفلة عن ذكر الله. حتى يكفيك الوبال اللي في المال الحرام ده، انه ممكن يشغلك في تنميته عن عبادة ربك، زي الراجل اللي هو ايه، قال لئن أتانا الله من فضله لنصدقن لو كنا من الصالحين، فلما أتاه من فضله حصل ايه، بخل به، وفي الآخر أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فعلشان كده الواحد لازم يكون حريص على ان المال اللي يدخل ايده يبقى حلال. طب انا الارض بتاعتي موجوده في حته، كل المعروض عليا ايجار هيستعمل بطريقه محرمه، ليا في الحاله دي ان انا اتركها بلا ايجار، ادورها، وهذا والشرع لا يمنعك من ذلك، وهذا ليس من اضاعه المال. يجي بقى اولادك مش فاهمين يقول لك كده بتضيع المال يا ابونا،
احنا كل شهر كان هيجي لنا كذا، ولا كل سنه هيجي لنا كذا، وانت مش عايز تأجر، والنبي نهى عن اضاعه المال. لا دي مش اضاعه مال. فهمت بقى؟ لان الارض قيمتها ثابته فيها. عارف اضاعه المال فين؟ لو انا زارع الارض وطلع الثمر وما جبتش حد يقطف الثمر عشان يبيع. قلت لهم لا ما تقطفوش الثمر. ده اضاعه المال، لان الثمر هيفسد ومش هيتعود. لكن الارض اللي مش مزروعه قيمتها محافظه على نفسها حتى لو ما اتزرعتش سنه. فالارض بعد كده بتبقى مستريحه، تقوم تدي لك في زراعتها بعد سنتين الضعف اللي كانت هتديه لك وبتزرع كل سنه. وبيفهم كده الفلاحين. يعني حتى لو انا سبت الارض بتاعتي الزراعيه دي بورتها سنتين ما زرعتهاش، اجي ازرعها السنه الثالثه الارض مستريحه. فهمت؟ تقوم تدي لك ضعف الارض اللي حواليك. يبقى ما فيش حاجه اسمها اضاعه مال بقى. ان انا اسيبها مبوره كده، يقول لك كده يا ابونا بتضيع مالك، ما عندك مصنع جناكليس بيأجر الاراضي وبيزرعها عنب وبيعمل بعد كده ويسكي. احنا مالنا؟ واحنا قلنا له اعملها ويسكي؟ احنا مالناش دعوه، هو اللي بيستعملها غلط. المنطق، الاسلوب المنطقي المعاصر الامريكاني، الدين الامريكاني ده بتاع المكسب، سيبك منه. فهمت ازاي؟ تبرر لنفسك فعل المعصيه، تبررها، واصل انا مش لاقي غير كده، هشحت بقى ولا اعمل ايه؟ مش احسن ما اشحت؟ اه بقى، شفت المنطق الشيطاني؟ اياك ان تكون على هذه الحال. فهمت؟ حديث جواز كراء الارض للمسلم ومنعها عن الذمي. يعني هل لا يجوز بمعنى العنوان ده ان انا راجل مسلم في ارض فيها مسلمين وفيها ذميين؟ يعني دلوقتي انا مش عارف. بعد الدرس ما تقطعش الدرس عشان يلعب. يبقى انا لو عندي ارض وانا ساكن في بلاد مسلمين، والبلاد المسلمين دي فيها كمان غير مسلمين، فاهم؟ ما احنا دلوقتي ما عندناش ذميين بيدفعوا جزيه، بس عندنا غير مسلمين مواطنين. صح. بمقتضى العنوان ما اجر لهمش، مش مقتضى العنوان كده؟ مقتضى العنوان كده. لكن اديني فرصه اشرح، ما تقطعش على الشيخ يا شيخ. يبقى المساله ايه بقى؟ انا دلوقتي عندي ارض، مقتضى الكلام هنا بيقول لك ايه؟ جواز كراء الارض للمسلم ومنعها من الذمي. العنوان اهو، انا بشرح لك مقتضى العنوان. صح. يعني معنى كده انا لو قريت العنوان كده يجي لي جاري المسيحي عايز ياجر مني الارض، اقول له لا مع السلامه، اصل الشيخ بيقول جواز عدم ايه؟ ايجارها للذمي، ما اروح اعمل كده ولا ما اعملش؟ فهمت بقى المساله؟ يبقى منعها من الذمي اذا استعملها في المحرم او في اقامه كنيسه او في بيع الخمر او في زرعها وتحويل ثمرها الى خمر او اخذها حظيره لتربيه الخنازير. فهمت بقى المساله؟ يبقى امنعه بقى في الحاله دي، ما ادهالوش. فهمت بقى المساله؟ يبقى افهم منها كده، لازم تكون راجل فقير. لكن لو واحد داعشي بيقرا مش هيفهم كده، ما عندوش فقه. اه منعها من الذمي، يقوم يجي له الذمي ولا غير المسلم ياجر ارضه، يقوم ايه؟ يرفض على الاطلاق. يعني ايه؟ يعني بدون قيود ولا شروط. مش فاهم الفقه يا سلام. ما عندوش الحس الفقهي. عن جابر رضي الله عنه بإسنادنا المتصل عن مشايخنا إلى الإمام البخاري في صحيحه رضي الله عنه بإسناده عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. هو جاب بقى ما تديش للذمي كلمة أخاه، لكن أنا مش موافق الشيخ فهمه، لأن قد يكون أخاه في الإنسانية. فهمت بقى إزاي؟ مش شرط يبقى أخاه في الديانة، قد يكون أخاه في الإنسانية، أخاه في المصلحة، مش كده برضو؟ وبالتالي يبقى استنباط الشيخ من كلمة أخاه أن يبقى مسلم وغير مسلم لا يجوز لأنه مش أخ. لا بالعكس، ده ربنا بيقول خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تسألون بالأرحام، يعني في رحم بينك وبين كل بني آدم ماشي على وجه الأرض، يبقى أخويا في الرحم. يبقى استنباط الشيخ قد توافق وقد لا توافق، يعني أنا قصدي إن استنباط العلماء من الحديث ليس هو الدين، ده فهم العالم قابل للمناقشة. الدين أوسع من فهم عالم، ودي نقطة مهمة. حديث النبي شوف أخاه، يجي شيخ يفهم أخاه يعني أخاه في الإسلام، يقوم يحرم غير المسلم. دي هتعمل مشكلة مع المسلمين اللي عايشين في بلاد فيها ناس غير مسلمين، هتعمل لهم مشكلة، هيتقوقعوا، هيبقوا متقوقعين. فهمت ازاي؟ مش هيبقوا منفتحين على غيرهم، بل بالعكس، ده الإسلام ما انتشرش إلا بتعامل المسلم مع غير المسلم، فوجد سماحة التعامل فحبوا الإسلام. صح ولا لأ؟ وبالتالي لما أجي أنا أحمل أخاه هنا على أخاه في الدين فأمنع الغير، يبقى ده فهم للشيخ ضيق. فهمت ازاي؟ أنا لا أوافقه عليه، واخد بالك؟ ما يجراش حاجة، مع إجلالي له وهو عالم عظيم وولي، لكن جل من لا يسهو. أو أن فهمه هذا كان يوافق عصره، حيث أن كان في العصر بتاعه كان الإسلام هو المنتصر وهو السائد وهو اللي في يده اليد العليا، وبالتالي وكان غير المسلمين مستضعفين، فماشي يوافق عصره. فهمت بقى المسألة؟ لكن ما يوافقش عصرنا. يبقى كل شيخ، والعجيب ان تجد نص النبي يصلح لكل عصر ولكل فهم، وده اعجاز في البلاغ النبوي، اعجاز في البلاغ النبوي. من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه. يمنحها يعني ايه؟ يعني ما يأجرها لهوش، يديها له بلا مقابل، يقول له خدها 10 سنين ازرعها، مش عايز منها حاجة، انا مش محتاجها 10 سنين، منحة كده. فاهم؟ يبقى يمنحها، كأنه ما قالوش اكريها. او ليمنحها اخاه، فان ابى، يعني ان ابى ان هو يزرعها او يمنحها لغيره فليمسك ارض. يبقى كأن الحديث هنا بين النبي فيه 3 اختيارات للي يملك الارض، اما انك انت اللي تزرعها او تستثمرها بنفسك، او انك انت تمنحها لمسلم، يبقى المنحة تكون للمسلم، المنحة العطية، لان ده من باب المواساة، فتكون للمسلم، يبقى اخاه المسلم، لان هو ده اللي يستحق المواساة. لكن غير المسلم ممكن اكريها له عشان هاخد منه اجر، بس بشرط ان يستعملها فيما لا يكون مخالفا او يضر المسلمين. فهمت بقى؟ يبقى هو استنبط من ليمنحها اخاه عدم جواز الكراء، في حين ان هنا منحه مش كراء. فبرضه ده فهم عايزين ايه؟ نناقش الشيخ، انت في فرق بين المنحه وهي الهبه بلا مقابل، وبين الاجاره بالمقابل، فازاي انت تقيس المنحه وهي العطيه بلا مقابل وتستنبط منها انها ايضا لا تجوز فيها ايه؟ الإجارة. دي إجارة حاجة والمنحة حاجة. كل دي مناقشات للشيخ الأول، وإحنا لسه قاعدين إيه؟ من مقتضى العنوان بتاعه ونص الحديث النبوي. فأنا عايزك تبقى لما تيجي تقرأ يكون راجل مميز، عندك عقلك وعندك الأصول بتاعتك وطريقة الفهم المنضبطة باللغة وبالقواعد الفقهية وبالجلوس على المشايخ وبكثرة الاطلاع، وبعدين بعد كده تقعد انت بقى تبص بعين فحيصة، مش قاعد تعبي وخلاص، تحفظ وخلاص، تحفظ وخلاص كده تفتن الناس، لانك هتجيب فتاوى غير صالحة لهذا العصر. فهمت بقى ازاي؟ لان الشيخ ده ميت مثلا من 500-600 سنة، العصر والتعاملات مختلفة تماما عن دلوقتي، فما ينفعش. عشان كده احنا ايه؟ نستفيد بمناهجهم في الفهم، ولا نقف على ايه؟ على مسائلهم. استنباطاتهم دي ما نقفش عليها، ما لناش دعوه، ده احنا نستفيد بمنهجه في الفهم. كونه هو استنبط من خلال المنهج ده مساله تناسب عصره، دي انا مش واقف عليها، انا مش مسؤول بيها. فهمت؟ ظاهر الحديث، كلام الشيخ أبي جمرة، ظاهر الحديث يدل على جواز كسب الأرض
لان قالوا فليزرعها، وتحريم كرائها البتة بعرض لانه ما قالش هنا الكراء، ما خلوش اختيار الاختيارات، قال يزرعها او يمنحها او يمسكها، ما قالش كراء، فهم؟ عشان كده الشيخ نستل ايه قال وتحريم كرائها البتة بعرض كان ذلك او بغيره، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من اجاز على الاطلاق. هو الحقيقة لما تيجي تشوف ليه النبي نهى عن كراء الارض في الفترة دي، لان لما جاء المدينة واجه النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع زراعي، ما كانش النبي عايش في مجتمع زراعي، كان في مكة مجتمع تجاري بيع وشراء مش مجتمع زراعي، فاهم؟ لما راح المدينة دول اهل زراعة، فوجدوا ان عندهم انواع من الكراء، ايجارة الارض بينبني عليها مشاكل كثيرة، فهمت؟ يعني بعضهم يكري الارض على ثمر ووزن محدد قبل ما يطلع، وبالتالي ممكن يعجز ان يطلع له قيمة، يقوم يتخانقوا مع بعض، او يأجرها له على انه جزء من الارض اللي طالع منها للمالك وجزء تاني اللي طالع منها للمؤجر، فيجي المؤجر يخدم الحتة اللي هياخد ثمرتها ويهمل الحتة اللي هياخدها المالك، يقوم ينبني عليه ايه نزاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم علشان يمنع هذا النزاع، اول ما جاء وفوجئ بهذه المسائل منع كراها على الاطلاق الاول. عايز تزرعها ازرعها، عايز تمنحها له ما تقعدش تحاسبه، او انك انت مسكها وما تعملش فيها حاجه بوره، انما مش كل شويه تتخانقوا مع بعض. يبقى دي كانت مرحله، فهمت بقى؟ الاول حتى تستقر الامور. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم في تعامل مع خيبر تعامل معهم بالمزارعه، ان هم يزرعوا الارض انهم وياخدوا جزء من اللي خارج منها، لكن هذا الجزء غير معلوم، غير معلوم القناطير، معلوم النسبة لكن مش معلوم القناطير، ويؤخذ من مجموع الخارج مش من قطعة معينة يخدمها والقطعة التانية ما يخدمهاش، لا ده من مجموع ما يطلع من الأرض، ياخد الربع من كل اللي يطلع، ياخد النص من كل اللي يطلع، ياخد التلت من كل اللي يطلع، وبالتالي عدم كل المساحة هيهتم بكل المساحة لأنه هياخد نسبة معلومة من كل اللي يطلع. يبقى النبي بعد كده أجاز كرائها على جزء ما يخرج منها، بس بشرط أن يكون خارج من مجموع الأرض في المشاع لا من قطعة معينة في الأرض، لأن الكراء على قطعة معينة من الأرض أنه يأخذ أجره منها ويترك الباقي يخدمه وللمالك، هذا يؤدي إلى إهمال هذا الجزء على المالك وينبني عليه إيه. يبقى النبي لما نهى عن كرائها نهى عن كرائها في صورة معينة تؤدي إلى التنازع، فعلشان كده لابد أنك أنت تشوف تدرج التشريع، والا لو وقفت على الحديث ده يبقى لا يجوز كراء الارض مطلقا. مين قال؟ طب ما النبي صلى الله عليه وسلم ارض خيبر وارض فدك ما كانوا بيزرعها اليهود وهي ملك للمسلمين، وكان اليهود بياخدوا جزء مقابل خدمه الارض منه، طب ما هو كراء اهو على جزء ما يخرج منه، فازاي ينهى وازاي يعمل؟ يبقى الدليل ان المنهي له صوره والمباح له صوره، فلازم نميز بين صوره المباح وصورة المنهي عنه، وإلا لو جعلت النهي على الإطلاق مطلقا كما ذهب بعض العلماء يبقى كده لم يرى تدرج التشريع، فهم؟ حتى أن بعض الصحابة كانوا ينهوا مطلقا حتى بعد وفاة النبي عن كراء الأرض مطلقا، فهم كده وخلاص، وقال لك أن ده من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحثنا على المواساة، أننا ما نكرهاش، نديها كده لبعضنا يستفيد بيها وخلاص منها، فهم كده، وعاش بعض الصحابة على هذا المنهج إلى أن مات. لكن من حيث الفقه الإسلامي لا، ده المسألة مش نهي مطلق، ده نهي عن بعض الصور التي تؤدي إلى النزاع وتجوز في بعض الصور التي لا نزاع فيها، فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي تعرف الناس على كراء الأرض، أي واحد عنده أرض زراعية وعايش في المدينة ما بيأجرها للفلاحين، فلو يجي يقرأ الكلام ده بقى الوقت ابنه يروح يقول إن أبونا معيشنا من فلوس حرام، يعمل له خناقة مع أبوه، يبقى هو مش فاهم. عشان كده قراءة الكتب الفقه لابد ان تكون على المشايخ، والا لو قعد يقراها لوحده هيطلع ان رزق ابوه من الارض اللي بايه بيأجرها في الريف طول الرزق ده حرام مخالف للشرع الشريف، وان من نبت من حرام والنار اولى به، ويعق ابوه لان ابوه ربى غلط،
هيتشبث في ذهنه هذا المعنى، في حين ان ابدا لا حرام ولا رب غلط، وكان عين الحلال، لان النبي نهى عن كرائها في سوره معينه غير السوره التي يكرهها ابيك. فهمت بقى المساله؟ وعلشان كده لازم تكون واسع الافق. لا خلاص، ما استقرت الامور. ايه الصور اللي في القراءه التي تؤدي الى النزاع؟ يبقى حرام. وصور القراءه الامور فيها واضحه ولا تؤدي الى النزاع تبقى مباح. فالعبره هو فض النزاع، ما نعملش معامله تؤدي الى النزاع والشقاق. هذه المساله. وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجاز على الإطلاق، ومنهم من منع على الإطلاق، ومنهم من فرق فأجاز كرائها بالعين والعرض. أجاز كراء بالعين والعرض، يعني بالعين يعني ما يخرج منها، وبالعرض يعني إيه؟ يعني بالذهب والفضة والأموال والأوراق المالية. ولم يجزه بالطعام، وهو مذهب مالك رحمه الله. وسبب اختلافهم اختلاف الأحاديث، كل منهم ذهب إلى حديث. الأحاديث مختلفة ليه؟ لتطور التشريع، مش مختلفة علشان كلها عاملة. يبقى الأحاديث اللي نهت عن صورة، والأحاديث اللي أجازت جازت في صورة، والأحاديث اللي قيدت في صورة، والأحاديث اللي أطلقت في صورة. يبقى أنا لازم كفقيه أشوف الصور وما أخدش بحديث واحد، وإلا هشعر بالتناقض، إن النبي ينهى عن حاجة ويبيح حاجة ويبيح نفس الحاجة. لا، ده مش نفس الحاجة. فهمت؟ وسبب اختلافهم اختلاف الأحاديث، كل منهم ذهب إلى حديث وعمل عليه. ومن شيم مالك رحمه الله تعالى الجمع بين الأحاديث والعمل على مقتضى كل واحد منها من غير إبطال أحدها، فجمع بين كل الأحاديث التي جاءت في ذلك برأيه السديد وبما أيده الله به من التوفيق. وقد ذكر كيفية ذلك أهل الفقه في كتب الفروع، فلم يبق عليه من الأحاديث التي جاءت في كراء الأرض إلا الحديث الذي نحن بسبيله، وهو منع كرائها البتة. لكن قد وجهوا ذلك بأحسن توجيه، ونحتاج أن نبديه إذ هو المقصود من الحديث. فإنه قد روي أن سائلا سأل جابرا رضي الله عنه حين أخبر بذلك، فقال: أرأيت لو أكريها بالذهب والفضة؟ فقال جابر: لا بأس، إذن إنما حرم كراؤها بجزء منها أو بما يخرج منها. شوف، يبقى حرم كراء الأرض بجزء من اللي يخرج منه. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر كان بيكريها بجزء مما يخرج منه. يبقى كلام جابر قابل للمناقشه. يبقى جابر حتى ما فهمش المقصد رضي الله عنه. وشيخنا على فكره في اسناد طريقتنا سيدنا جابر بن عبد الله، واخد بالك؟ لكنه برضه سيدنا جابر، لان كانت لسه الفقه ينشا. لان النبي نهى عن كرائها بجزء مما يخرج من مكان معين فيه، لكن مش بجزء من مشاعي ما يخرج. فهمت؟ يعني اجي اقول لك هاجر لك الخمس فدانين دول، خد بقى بالك اللي هيطلع في الفدان ده ملكك، واللي يطلع في باقي الفدانين دي بتوعي، واروح انا انام. اجي انا الاقي الفدان اللي قلت لك هتاخد اجرتك منه مهنيه بقى، قايم بواجباته كلها، يسقي في وقته، يزرعه في وقته، ينظفه في وقته، فلاقي الفدان اللي انا قلت له هتاخد ايه ثمرته، ايه يعني مثمر، ثمر كثير وغزير وقوي وجميل. وابص الاربع فدادين التانيين قلت له انا هاخد اللي طالع، اهملهم وحاطط فيه المواشي بتاعته وحاطط فيه الكلاب بترعى، ومش مهتم بقى. اقوم يحصل ايه في الحاله دي؟ هروح اتخانق معاه. فهمت؟ انت كده بتغشني. لكن لما اقول له انت هتاخد ربع من اللي هيطلع من الخمسه، ساعتها هيهتم بالخمسه كلها. فهمت بقى المساله؟ يبقى النبي نهى عن كرائها بجزء مما يخرج منها ان كان من قطعه معينه. فهمت بقى؟ مش بجزء ما يخرج منها مطلقا. لازم اكون فقيه. سيدنا جابر فهم بجزء ما يطلع منها مطلقا، سيدنا جابر، لان كان الفقه لسه بينمو. فهمت ازاي؟ لسه بينمو حتى ينضج في ذهن العلماء. عشان كده الامام الشافعي ما كانش ياخد بفهم الصحابي، ياخد بروايه الصحابي، ما ياخدش بفهم الصحابي، لان فهم الصحابي قد يكون فهما بناء على حديث واحد، وفي احاديث اخرى ما سمعش عنها. وناقش الامام الشافعي في الرساله قضيه قول الصحابي وفهم الصحابي، وهل هي حجه ولا ليست حجه. وكان برضو عقليه الامام الشافعي في مناقشه المساله عملت ثوره في ذهن الفقهاء في عصر، حتى ان الملكيه كانوا يزعلوا منه، لانها كانت ثوره. ازاي تخالف الصحابي في فهمه؟
الإمام الشافعي عمل لهم فصول في كتاب الرسالة يناقشهم في المسألة، واخد بالك؟ رضي الله عنه. أن سائلا سأل جابرا رضي الله عنه حين أخبر بذلك فقال أرأيت لو أكريها بالذهب والفضة؟ فقال جابر لا بأس، إذن إنما حرم كراؤها بجزء منها أو بما يخرج منها. وهذه الزيادة جاءت من طريق واحد وما كان كذلك، وساعده النظر والقياس، وكان جريا على القواعد الشرعية وجب العمل به، فلم يرد من تعلق بظاهر الحديث حجة، والله أعلم. وقوله عليه السلام فإن لم يفعل فليمسك أرضه، يرد عليه سؤال وهو أنه عليه السلام أباح لصاحب الأرض أن يتركها بغير زراعة وبغير منفعة، وذلك إضاعة لها، وقد نهى عليه السلام عن إضاعة المال. والجواب عنه أنه عليه السلام إنما نهى عن إضاعة عين المال وعن منفعة التي لا تجبر ولا تخلف، مثل الثمرة إذا تركت من غير سقي ومن غير تذكير، فذلك إضاعة لمنفعتها ولا تخلف ما ضاع منها هذه السنة في السنة الثانية. والأرض ليست كذلك، لأنها إذا تركت بغير زراعة هذه السنة فهي تخلف السنة القابلة أضعاف ذلك، ثم إنها ولو تركت بغير زراعة مرة واحدة فقد لا تخلو من المنفعة فيها، وهو ما ينبت فيها من الربيع والحطب والحشيش وغير ذلك مما ينتفع به المسلمون للرعي والحش وغير ذلك. وقد يستدل بالحديث من يرى أن التسبب مندوب إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنح، فأمر بهذين القسمين أولا. التسبب يعني أخذ الأسباب لكسب المعيشة. ثم قال عليه السلام فإن لم يفعل فليمسك أرضه، ومسك الأرض، ومسك الأرض من المباح، فدل ذلك على أنه أمر أمر أولا بفعل المندوب اللي هو أنه يزرعها بنفسه. فإن لم يفعل المرء ذلك وترك المندوب فحينئذ يرجع إلى المباح أنه إيه يتركه فيمسك أرضه. لكن هذا ليس بالقوي من قبل، أن التسبب والمنحة للأخي ليست للندب على الإطلاق، وقد تكون مندوبة وقد تكون مباحة. فإن كان التسبب من حاجة في وجه حلال ولم يخل ذلك بدينه فذلك مندوب إليه، وإن كان غير محتاج وكان وجه التسبب حلالا ولا يخل بدينه كان ذلك مباحا. يعني افرض أن أنا مش محتاج زرعة الأرض دي، ربنا غنيني، لكن زرعتها يبقى مباح لي زرعتها، لكن لو أنا محتاجها يبقى مندوب لي زرعتها، علشان ما عيش بحاجة وأنا في أي أرض أن أنا ممكن أسد خلتي بها. فهمت بقى المسألة؟ ولا يخل بديني كان ذلك مباحا. والهدية قد تقدم تقسيمها في الحديث الذي رواه عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، فلما أن كان هذان القسمان يحتملان الندب والإباحة فلأجل ذلك استحق التقديم، لا أنهما مندوبان على الإطلاق. وفي دليل على جواز تملك الأرض يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام من كانت له أرض، وفيه دليل على منعها من الذمي، واخذ ذلك من قوله عليه السلام يمنحها أخاه، يعني أخاه في الإيمان، ودي ناقشناها. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.